السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مطور زونتوس جي 155. المطور ده كان محتاج يغير نص طقم جوان للراس للهيد ده اللي هو نص طقم الجوان اللي احنا شايفينه ده. المهم ان كان صاحب الموتوسيكل ده هو جايبه بيشتكي من صوت خشونة في المطور. المهم حلنا المطور وطلعنا الراس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، واحنا بنحل حاولنا ان احنا نأكد على كل حاجة في الموتور ده ونعرف ايه سبب صوت الخشونة اللي كان صاحب الموتوسيكل ده بيشتكي منه. بصينا على الكتينة واحنا بنحل لقينا الكتينة مظبوطة مشدودة ما فيهاش مشكلة. بصينا على عمود الكامة لقيناه برضو ما فيهوش مشكلة. لقينا المشكلة فين بقى؟ شايفين الشواكيش ديت؟ الشواكيش اللي هي بتكون راكبة على عمود الكامة علشان تضغط على الصبابات. تعال كده يا باشا امسك التليفون كده يا باشا. شايفين البلي دوت اللي راكب على الشاكوش؟ بص البلي بتعمل ازاي، بص كده البلي مبوش. شايفين مهما تظبط تكهات ومهما تحاول ان انت تضيع الخلوص بتاع التكهات وتظبطها على الفيلر، البوش ده بيزيد يعمل رن التكيه معاك ويعمل صوت خشونه. ده سليم، الشاكوش ده سليم اهو. بنلف في البليه، البليه اللي هي بتكون راكبه على الشاكوش راكبه على عمود الكامه ما فيهاش اي مشكله. لكن تعالى شوف ديت، بص شايف البوش قد ايه؟ واضح في الكاميرا ولا مش واضح؟ واضح في بوش كتير في البليه، ده اللي عامل صوت الخشونه. المهم الفكره من الفيديو ده ان انت لو بتحل تعمل صيانه في موتور الموتوسيكل حاول تبص على كل حاجه. لو حاجه صغيره انت مستقل بيها ممكن ديت تكون هي اللي عامله لك مشكله، يعني حاجه هي ما تذكرش هي اللي عامله صوت الخشونه. طبعا الشواكيش دي بتتغير ببلياها كامل، هنجيب جوش شواكيش وهنجيب نص طقم جوان ونمسك الرز بالكامل نغسلها وننضفها من الرواسب اللي عليها ديت، ووش السلندر نفس الكلام ونقفل. تعالوا برضه اوريكم الاربع صبابات في الجي 1 ال 155. الاربع صبابات اهم، شايفين الصبابات قد ايه والغرفه قد ايه، الشميزه هي، ودي فتحات تبريد الميه وبيكون في فتحات نفسها برضه في وش السلندر دي للتبريد. وده شكل عمود الكامة من فوق اهو. عمود الكامة بيكون على بليتين، الركايز بتاعته على بلي. شايفين الاربع صبابات قد ايه؟ اتمنى الناس تكون استفادت منا في الفيديو ده ولو معلومة بسيطة، وشكرا.